بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم في كويزينكم ماما مطبخ أمي. اليوم إن شاء الله راح نعمل وصفة الدجاج بالبطاطا في الفرن. نطلب المشتركة تربطني باش ندير لها الوصفة، ولا ندير الوصفة مع بعضنا. والمقادير للوصفة دي عندنا لهنا كمية من الدجاج، كل واحد مقدور العائلة تاعو قدماه. لهنا عندي بطاطا، لهنا عندي فلفل حار، اللي يحب الحار يحط، اللي ما يحبش ينجم يستغنى عنه. انا نحبه عليها درس كمية كبيرة. لهنا عندي 3 كعبات طماطم، عندي لهنا 5 سنات ثوم رحيتهم، ولهنا عندي وش اسمه ليمون قارص مصير، كعبة صغيرة قصيتها هكا شرائح. لهنا عندي بصلة، بصلة كبيرة قصيتها كيما هكا شينا. ولهنا لي زيبيس، عندي لهنا مكعب الدجاج، لهنا عندي نص مغرفة قهوة فلفل أكحل، عندي لهنا الكركم مغرفة قهوة مش مليانة، عندي الملح، عندي زنجبيل، عندي لهنا الزعتر ولا لوتين، ولهنا عندي تابل ولا تحطوه تنجموا تعوضوه بالكروية. ولهنا عندي نص مغرفة قهوة بابريكا فلفل أحمر، ولهنا عندي لغوماغين مغرفة نص مغرفة قهوة لغوماغين إكليل الجبل. ولا نبدأ على بركة الله. نحط البصل على الدجاج تاعنا، الدجاج تاعي صاير غسلته. نحط معاه الثوم، تجي هكا نكويها سوب. الدجاج يحب الثوم بزاف. نحط شرائح تاع القارص مصير، اللي ما عندهاش تنجم تحط شرائح تاع نص كعبة قارص كبيرة. نحطو هذا لهنا الصغر. الطماطم تاعي كبيرة، نكتفي بالقدر هذا. الآن درك ندير البطاطا. البطاطا تحبوا تقليوها تحطوها من بعد، ولا تحبوا تحطوها في نفس الوقت. تحطوا هذا نقصوا الملح، تحطوش بزاف الملح، حطوا ماكسو ملح بزاف. لهنا تحطوا كما قلت لكم لغوماغين، بابريكا نص مغرفه قهوه، التابل ولا الكروية. لهنا عندي لو تين، لهنا عندي جنجمبر، لو سيل، الكركما، لو بوافر. شوية ما عليها، شوية زيت زيتونة، اللي ما عندهاش زيت زيتونة تحط زيت عادي.
ça va. باش الدجاج تدخل فيه النكهه مليحه هذيك تاع الفحات الكل. ريحة تاع الفحات طلعت على الكيف بنينة تشاهد. لحق طافة طماطم هذاك عاد الفلفل لحق شويه ماء بالطريقه هذه باش الماء هذاك يتخلط مع النفاح. تنفيلي دوليف دوليف هكا على الفلفل باش يجي هكا مشوي. انا شعلت الفرن تاعي على 200 درجه دونك نخلي الدقيق على طول. فوالا البلاطو تاعنا خرجته عدت عليه ساعة من الوقت. ولا خرجت البلاطو تاعنا عدت عليه ساعة من الوقت. ولا اللحم تاعنا ها طاب. البطاطا هاي طابت. الجو مازال فيها. دركا نرجعو في الفور باش يحمر. إذا كان تحبو دجاج يجيك مليح محمر تطليوه شوية بشوية تاع زبدة باش يجي بيان دوغي. دركا أنايا نحطو في الفور يحمر ومن بعد نرجعلك. فوالا هذه الوصفة اللي طلبتها المشتركة. ان شاء الله تعجبها وتجربها وتجيها مليحة. فوالا كان عجبتكم نيزيتي با لايكي وزابوني بارطاجي لتعم الفائدة. ونقول لكم مع وصفة جديدة ان شاء الله. السلام عليكم.